التدريب المشترك درع العرب واحد بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة 6 دول عربية. هدف واحد لوطن واحد. انطلقت فعاليات التدريب المشترك درع العرب واحد، والذي يستمر تنفيذه حتى 16 من نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية. وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية. وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب درع العرب واحد يعد واحدا من أرقى التدريبات التي ستتم على مستوى الوطن العربي، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن تدريب درع العرب واحد يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجرى على أرض مصر. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف القوات المشاركة بالتدريب لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة. ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال. ويعد تدريب درع العرب واحد من أهم التدريبات التي تؤدي إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة. التدريب المشترك درع العرب واحد. فعاليات تدريب المشترك درع العرب واحد، والذي يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط. تفاصيل أكثر مع حضراتكم في سياق التقرير التالي. التدريب المشترك درع العرب واحد بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة 6 دول عربية. هدف واحد لوطن واحد. انطلقت فعاليات التدريب المشترك درع العرب واحد، والذي يستمر تنفيذه حتى 16 من نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية. وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية. وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب درع العرب واحد يعد واحدا من أرقى التدريبات التي ستتم على مستوى الوطن العربي، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن تدريب درع العرب واحد يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجرى على أرض مصر. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف القوات المشاركة بالتدريب لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة. ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال.
ويعد تدريب درع العرب واحد من أهم التدريبات التي تؤدي إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة. التدريب المشترك درع العرب واحد